السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنواصل في الشابتر رقم 9. الشابتر هذا اللي هو عنوانه Kinetics of Particles Newton's Second Law. خلال المحاضرة الثالثة من الشابتر التاسع هنشوف الـ Free Body Diagram، هنشوف الـ Kinetic Diagram، هناخذ مثال على ذلك. هنبدأ بشرح شو معنى الـ Free Body Diagram. هنرمز له Free والـ B والـ D، يعني الـ F B D، والـ Kinetic Diagram اللي هو الكي دي. طيب مثلا من خلال المثال هذا بيقول لك البلوك A والبلوك B عندهم كل واحد فيه ماس ام A وماس ام B. طيب هنعتبر انه الاحتكاك ما موجود، اوكي. عاوز نرسم الاف بي دي والكي دي بتاعت السيستم 1 اللي هو هذا، والسيستم 2 اللي هو هذا. طبعا السيستم 1 اللي هي هذه الحدود بتاعه، السيستم 2 اللي هو هذا البلوك B. هنبدا بالنسبه للسيستم 1. المقصود بالاف بي دي يعني الفري بودي دياجرام، يعني ارسم القوة الخارجية الموجودة على السيستم هذا، القوة الخارجية. طبعا بما ان هذه الحدود متاعت السيستم، اي قوة خارجية هي لازم نرسمها. اول قوة اللي هي البي، هذه قوة الجذب. ثاني شيء في قوة التنشن متاعت الكيبل هذا، فيه قوة التنشن متاعت نفس الكيبل اللي هي في الناحية هذه، يعني هذه كلها قوة خارجية. ما ننسى أنه الجسم هذا أو السيستم عنده ماس ام اي، يعني أكيد حتكون قوة الجاذبية اللي هي الدبليو اللي هي الويت اللي هي الماس في جي، يعني هذه كلها قوة خارجية. الرسمة متاعت القوة الخارجية هي بتمثل الاف بي دي، يعني هذه كلها سيجما اف، يعني كل القوة الخارجية. لكن في الديناميكا ما ننسى أن السيجما اف هي نفسها تساوي الماس في التسارع، يعني الإكيفالنت حيكون الكي دي، يعني الكاينيتيك يعني دياجرام. في الكاينيتيك دياجرام حنرسم الاتجاه متاعت أو المتجه متاعت الحركية اللي هو التسارع، حنضربه في الماس، يعني حيكون الاتجاه متاعت الحركة الاتجاه هذا علشان يكون الماس في التسارع اي، علشان كده هو حيكون ام اي في الاي. يعني الرسمة متاعت هذه اللي هي ام اي تمثل الكاينيتيك دياجرام، والرسمة بتاعت القوة الخارجية اللي هي الفري بودي دياجرام. لو ناخذ السيستم الثاني، فدي السيستم الثاني القوة الخارجية اللي هي طبعا تمثل الفري بودي دياجرام اللي هي التنشن، يعني قوة الشد بتاعت الكيبل، ونفس الشيء اللي هي الدبليو اللي هي الماس في البي في الجي. طبعا الكينيتيك دياجرام حيكون المتجه بتاعت الحركة اللي هو حيكون اتجاهه. طبعا اذا كان جسم يتحرك في اتجاه هذا، يعني هو حيكون اتجاه نتاعو هذا هو اتجاه بتاع الحركة، حيكون الماس متاعت ال B في التسارع اي، عفوا هنا ال B ما هو ال A، يعني حيكون هذا هو الكينيتيك دياجرام متاعت السيستم 2. الحين حناخذ مثال ثاني، لكن حيكون الجسم او البلوك B هو الوحيد اللي حيتحرك، عنده ماس ام B، البلوك A هو عنده الماس ام A. طبعا هنا هناخذ الحركة ما بين الفري بودي دياجرام والفري بودي دياجرام والكينيتيك دياجرام، لكن هنا بيقول انه هنحذف الاحتكاك، لكن لا، هنا هنضيف لكم معلومة ثانية نو نيجليتيك، يعني هنضيف الاحتكاك، اوكي. طيب هنشوف بالنسبة للبروبلم هذا، بالنسبة للبلوك A الفري بودي دياجرام القوة الخارجية سهلة على طول، بتكون قوة الاحتكاك لأنه حيتحرك بالجسم هذا زي ما قلنا، هنا حناخذ بعين الاعتبار الاحتكاك. نفس الشيء اللي هو W، هذه هي القوة الوحيدة اللي هي موجودة. يعني بالنسبة للفري بودي دياجرام هذا هو، لكن بالنسبة للكينتيك دياجرام بما أنه الجسم أو البلوك A في حالة سكون، يعني ما في تسارع، المفروض إذا كان تحرك في الاتجاه هذا حيكون MA في الـ A، لكن الـ A هنا في كل الحالات صفر، علشان كده ما فيش كينيتيك دياجرام لأنه ما في تسارع، لأنه البلوك A في حالة سكون. بالنسبة للبلوك B هو اللي حيكون في حالة حركة، والحركة حتكون يعني في الاتجاه هذا. يعني أول شيء حتكون قوة الاحتكاك اللي هي الاف، والنورمال ان اللي جاية من البلوك A، والوزن اللي هو الدبليو. طبعا الحركة في الاتجاه هذا حتكون ام بي في الـ A في الاتجاه هذا. هذه هي بعض الأمثلة بتاع الفري بودي والكينيتيك دياجرام. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.